هنا انا خطط للطريق، انا اشوف المكان المناسب عشان نبدا ان شاء الله في هذا الاسبوع. جزاكم الله خير. الاخ محمود مع الشيخ سعد صالح والاخ ثابت ناصر الان مشاهدة مكان الطريق. هذا الان يعني منتظرين الشباب يعني الذين لم يحولوا تحديد المسار. نحن بدأنا يعني الان عبارة نحن بدأنا، ما بقي شيء اي كلام ولا بقي اي تردد. ان شاء الله بداية خير ان شاء الله. فعلى الاخوة الذين تبرعوا ولم يتحول فلوسهم عليهم الانجاز، لا تعرقلونا يا شباب، جزاكم الله خير. ان شاء الله كلهم احنا بالنسبة لنا سنبدأ بمشروع سواء جاءت ثلاثهم او لم تجي، ولكنهم يعني صراحة يعني بيكون عليهم حساب كبير، لان احنا يعني تبرعنا وسجلنا ما علينا الا ندفع. جزاكم الله خير. والبوره هي بيد صاحبها،